إلى أجواء الصيف والبحر للأحياء الشعبية المتمركزة على الشواطئ ميزات خاصة بها. الشمبريار هو إحدى هذه الميزات، نتابعه في هذا التقرير لإسماعيل محبوب. سعادة هؤلاء الشباب بمتعتهم لا تختلف عن سعادة يانيس وعبد النور، اللذان يجدان في لابوهاته أو الشومبرايور كما تعرف متعتهما في قضاء نصيبا من وقتهما على شاطئ البحر. هي بمثابة سفينة للفتية الذين ألفوها كل موسم صيف. حنايا من صغرنا مربيين عليها الشومبرايور، كل يوم نعوموا بها، نهبطوا البحر نكروها 5000 نص ساعة وحنا نعوموا بها كل يوم. مليحة نجوزوا بها الوقت، نعوموا مع دلالي، نصيدوا بها، نروحوا بها اللارجن نصيدوا بها. لابوي هذه شومبراي نلقاوها غرفة لي طورال تاعنا، هذا مليحة تساعدنا نطلعوا بها اللارجن نصيدوا بها، سورتو كي كاين لي بان يساعدونا بزاف. مليحة تساعدنا بزاف باش نطلعوا اللارجن نعوموا بها، كانوا يسلكوا كاين الغاشي بها، تعاوننا حتى في الصيادة ويستعملوها ويستعملوها في كله. الفرحة التي يرسمها المطاط المنفوخ هذا لا تنحصر هنا، بل تتعداها كونها مصدر ربح لأيوب الذي يقوم بتأجيرها لمن تستهويه وبدنانير معدودات. دراري صغار يلعبوا بهم، ومامتو تاني كان استرزق وجو لعندي كري لهم نص ساعة ساعة 10000، والحمد لله لدوكاتيك راني انتيك يسماك، راني نخدم مع دراري صغار يعوموا ما كاش مشاكل، ومارك واحد بعد بلابوي نروح نجيب وما كاش بروبليم قايل. هو مشهد آخر ترويه شواطئ الأحياء الشعبية، يبرز مدى تعلق قاطنيه بأمور بسيطة تأبى الزوال.